البنوك والبنوك الكرام في هذه المدن التي تنظمها تحت عنوان دور الحوار والتشاور لتعزيز الوحدة الوطنية. ولقد اخترنا أن نشارك فيها باختصاصكم من حسب اختصاصكم من فقهاء وسياسيين ومجتمع مدني ورجال أعمال. في تصريف الضوء على الموضوع سنفتتح ندوتنا هذه الكلمة لرئيس الجمعية السيد السيد أحمد كنزة خليفة الوطن. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الضيوف الكرام، أيها السيدات، أيها السادة، أحييكم وأشكر لكم تلبية دعوتنا هذه للنقاش حول دور الحوار والتشاور في تعزيز الوحدة الوطنية. وأقدر لكم ما تبذلونه من جهد في خدمة الوطن وترسيخ الوعي الجماعي بحتمية الحوار والتشاور والاتحاد من أجل بناء دولة الحق والقانون. إننا في منظمة الخيار نقوم بترقية الديمقراطية والمشاركة الوثيقة في ترقية الوعي بشكل عام من أجل تطوير روح التجديد والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية. كما أننا نؤمن بضرورة الحوار والتشاور من أجل بناء دولة عصرية موحدة ذات اقتصاد قوي ومشيدة على المبادئ والقيم العامة لديننا الحنيف، وضرورة الحفاظ والدفاع عن حقوق المواطنين بشكل يضع كل مواطن في المكان اللائق به معززاً مكرماً ومتمتعاً بجميع حقوقه الاقتصادية والسياسية والمدنية. ومنذ تأسيسها بسنة 2007 قامت منظمة الخيار بتخطيط ووضع برامج عمل تراعي الوضعية الديمقراطية في موريتانيا لفترتين ما بين 2007-2010 و 2011-2017. وتتمحور هذه البرامج حول التحسيس وترقية الثقافة الديمقراطية، العمل بجانب شركائنا لتنمية الديمقراطية في موريتانيا، والعمل الإنساني. وفي يوم 21 من شهر أكتوبر من سنة 2008 قامت منظمة الخيار بتنظيم ندوة تحت عنوان الحوار كوسيلة للخروج من الأزمة الراهنة، وكانت تلك الندوة آنذاك من ممهدات الحوار الذي نتج عنه الاتفاق الذي تم التوصل إليه في داكار بين الحكومة الموريتانية والمعارضة، وتم التوقيع عليه رسمياً في نواكشوط لحل الأزمة السياسية التي عاشتها البلد في ذلك الوقت وسيرا منا على نفس النهج، ها هي منظمة الخيار تعيد الكرة وتساهم في التمهيد لحوار وطني شامل بين جميع الأطراف والفاعلين بتنظيم هذه الندوة التي ستناقش دور الحوار والتشاور في تعزيز الوحدة الوطنية، والتي سنبدأ إن شاء الله بمداخلة الأئمة، ثم المجتمع المدني، ثم القطاع الخاص، ثم المداخلات السياسية. ولتكون ندوتنا هذه تمهيدية لحوار شامل وبناء ومثمر. سيكون بداية للعمل المشترك، وسيمكننا من المضي قدما في نشر العدالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين الموريتانيات والموريتانيين المنتسبين لكل الأوساط وكل الأعراق، وبناء دولة الحق والقانون. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا سبيل الرشاد وأن يوفقنا، إنه سميع بصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة الأفاضل، السادة السياسيون والمجتمع المدني،
والسيد رئيس منظمة الخيار والطاقم العامل معه، أشكركم جميعا على هذه الفرصة السانحة التي تشرفت مني فيها بأن أتحدث مع هذا الجمع الكريم حول هذا الموضوع المهم من الزاوية الإسلامية، وهو الحوار، أهمية الحوار والتشاور في تعزيز الوحدة الوطنية. طبعا دور الأئمة والعلماء بارز في ذلك من الناحية الإسلامية، والحوار والتشاور من خصائص هذه الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى سمى سورة في القرآن بالشورى، ووصف هذه الأمة بأنها أمة شورى، أخلاقها وحياتها تنبني كلها على الشورى، ولذلك وصف المجتمع المكي وأمرهم شورى بينهم كوصف ملازم للأمة. ثم في سورة في حياة المكية في سورة النحل جاء الأمر بالشورى وشاورهم في الأمر. في البداية إذا المعنى الأول وصف لنا الأمة صفتها وخلقها وطبيعتها تشاور. إذا خلت الأمة من هذا العنصر من هذا الجانب فإن الأمة تمشي مشيا معوجا. والحوار هو الذي ستبنى عليه دعوة الإسلام بقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحوار هو المجادلة بالتي هي أحسن، والمحاورة والمناقشة أحيانا في قضايا ناس مختلفين في كل مشارب حتى في التصورات العقدية، وأحيانا في داخل الأسرة الواحدة وداخل المجتمع الواحد وداخل الديانة الواحدة. لكن الله سمى المجادلة الحسنى بالحوار، فسمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذه المجادلة سماها القرآن محاورة، لأن يعني مجادلة جادة وسليمة وغرضها نبيل، فإن خبثة بنت ثعلبة لا تريد أن تعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما تريد أن تظهر حقها أو أن تجد حل مشكلتها. والوحدة الوطنية جوهر نفيس في مجتمعاتنا، في مجتمع الموريتاني مقومات الوحدة متوفرة، فلماذا لا تتحقق وحدة؟ فقد حققت الوحدة بين هذا العناصر المجتمع من زمن بعيد، وحدهم الدين إلى أبعد حدود الدين، فقط ليس الدين بشكل عام، حتى المذهب، حتى العقيدة الأشعرية، حتى السلوك التربوي المنهجي الصوفي في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالي. يعني ما وحد المجتمع الموريتاني عناصر كبيرة جدا، ومصير مشترك، تاريخ مشترك، أجداد كانوا متعاونين ومتعارفين ومتعاونين على البر والتقوى ومتساهمين ومتفاهمين، فهذا الدور مستمر. وإن كانت الجهود الاستعمارية أن تفرق بين هذا وذاك، ولكن الذي استقر عليه أمر الموريتانيين جميعا هو تواطؤهم واتفاقهم وإجماعهم على ضرورة حماية الوحدة الوطنية وترسيخها عن طريق تحريك المجموعة الأخلاقية الإسلامية. لأن الوحدة الوطنية تعتمد على الأخوة، على المحبة، على الرحمة، على الشفقة، على التعارف، على التعاون، على التسامح، على الحوار، على التشاور. فإن هذه الوحدة مقوماتها وأسسها متوفرة، فيجب فقط أن تحرك وتوظف. المجتمع المسلم طبيعته مؤسس على ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم الطبيعي السليم، مرة شبهه بجسم واحد
بالجسد الواحد، مرة شبهه بالبنيان المرصوص، ومرة شبهه بركاب سفينة واقفين على حدود الله والقائمين على حدود الله والواقعين فيها، كمثل قوم استهموا سفينة. تعرفون قصة ذلك وضرورة تضامني والتعاون من أجل ذلك. ومن المعروف كذلك أن الأئمة والعلماء لهم دور كبير في ترسيخ ثقافة الحوار والتشاور في المجتمع، لما يتوفر عليه من وسائل ووسائط إيصال توصيل كثيرة، ولما أيضا يتمتعون به من ثقة في المجتمع وبوسائل تمكنهم من الوصول إلى جميع شرائح المجتمع. فالمسجد وفر لنا فرصة للقاء اليومي عدة مرات لكل حي يوميا، وفر تدريب على النظام وعلى الانضباط بالصفوف والمطاوعة للإمام والتعارف بين المصلين وتبادل المنافع والتجارب. هذا تدريب يومي لسلوك المسلمين، إذا لم يبقى روتينيا فإنه سيثمر علاقات قوية جيدة متينة. وكذلك أيضا الخطبة التي يخطب بها الإمام فرصة كبيرة ونعمة توفرها وسيلة مؤثرة عند الإمام، يحضر جمهور مسلين يوميا أمامه، فيجب أن يرسخ في المجتمع هذه القيم، قيم الأخلاق. لا نقول أنه يتدخل في أمور السياسية ويخوض فيها ويجول، ولكن دوره هو أن يظهر للناس قيم الإسلام، قيم الحوار، قيم التشاور، قيم التفاهم، قيم التراحم، قيم التعاون البر، قيم التماسك. وأن الله خلقنا وجعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف، وينبني على التعارف التعاون والتضامن والتماسك. وهذه الوسائل كلها نحن هنا سنركز على بعض الجوانب من السيرة النبوية تؤكد لنا أهمية الحوار والتشاور في حياة الأمة. نعم، نحن نعرف أن هناك القرآن علمنا أن الحوار والتشاور سنة الله في خلقه، شاور الملائكة وحاور حتى إبليس لعنة الله عليه، وتعرف حوارهما إبليس لعنة الله عليه اللي أدى في النتيجة إلى أن يظهر أو يظهر الحوار أن هذا الشيطان عدو للإنسان ومتكبر عليه وسيعاديه، وسبب عداوته العنصرية التي تمزق حياة الأمم. ما امتنع من السجود؟ قال أنا خير منه، خير منه فقط. حكم هكذا تحدي لله سبحانه وتعالى. ما هو السبب؟ خلقتني من نار، خلقتني من طين، عنصر فقط. الحوار كشف لنا خبث الشيطان وعداوته للإنسان. كذلك نجد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى في قصة حوار إبراهيم مع نمرود بن كنعان، وتعرفون قصة تشاور اللي وقع في غزوة بدر، حباب المنذر أعطى رأيه في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشورته ونصحه للأمة، فاقترح منزلا عسكريا مناسبا على المسلمين وقبلوه، لأنه عرف أن ذلك ما كان وحيا إنما كان رأيا ومكيدا في الحرب. وتعرفون شوراء في بدر كذلك للخروج، وشوراء في أحد، ونشتري ذلك جميعا، ولن نتوقف على ذلك كثيرا، لكن نشير إلى قضايا محطات أخرى، يمكن ثلاثة محطات فقط لكن يسمح لها أهمية كبيرة في إبراز قيمة التشاور والحوار في حياتنا.
وحتى طريقة الحوار لابد من تعالج. قصة مبعوث قريش عتبة بن ربيعة قال للنبي أرسله قريش ليحاور رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يتنازل له ولعله يصل إلى التأثير فيه بمقترحات مغرية. جاء قال: يا ابن أخي، إنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. قال: يا أبا الوليد، لا لا لا، فعرض عليه عتبة خطته، لما قال له: تكلم أسمع يا أبا الوليد. قال له لما انتهى قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ فقال: نعم. قال: فاسمع مني. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه سورة فصلت إلى موضع سجدة فسجد، ثم قال لعتبة: قد سمعت يا أبا الوليد، فأنت وذاك. وقام عتبة إلى قومه متأثرا، فلما رأوه قالوا: سحرك يا أبا الوليد بلسانه. هذا الحوار يتعلم فيه آداب كثيرة، منها أولا شجاعة في دخول الحوار مع كل أحد، من طلب الحوار ندخل معه بدون قيد وشرط، لأنه قبل الحوار مع عتبة بن ربيعة ويعرف أنه لن يقبل ما عنده، لكن لا يهم. من آداب الحوار كذلك تهيئة نفس المحاور بالكلمة الطيبة المؤثرة. قالوا: يا ابن أخي، وكان يقول: يا أبا الوليد، اسمع، أفرغت؟ اسمع. هذا الأسلوب أثر في ذلك الإنسان تأثيرا بالغا، معنى أن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الحوار ويفتحه أمام كل أحد، ثم يعطاه فرصة كافية للإبداع في وجهة النظر، وإن في أيضا الحوار بركة مهما كانت نتائجه. فهذا الحوار وإن لم يؤدي إلى إسلام عقبته فقد أدى إلى كسب صديق قوي تولى تخفيف عداوة قريش على الأقل. في المحطة الثانية حوار في الحديبية مع مبعوث قريش واستعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم للتنازلات الكبرى، لأن النجاحات الكبرى تتطابق تترافق مع تنازلات كبرى. نجد في الحديث رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عند إملاء شروط مع قريش لما جاءه سهيل بن عمرو قال له: اكتب يا علي. فأملى النبي صلى الله عليه وسلم عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال سهيل: أما الرحمن فوالله لا ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال لعلي: اكتب باسمك اللهم، اترك بسم الله الرحمن الرحيم. علي هذا كان ثقيلا على علي، ولكنه فرض عليه رسول الله يكتب، فكتب. ثم أملى عليه: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. حتى تنازل عن اسمه الوظيفي كرسول وطلب أن يكتب اسمه طبيعي محمد بن عبد الله. هذا تنازل كبير وتمخضت عنه نتائج كبيرة جدا، نتائجها لا يمكن سردها في هذا اللقاء السريع. ومهم هنا حرص نستفيد من هنا حرص هذا القائد العظيم على النجاحات الكبرى التي يطمح إليها. هذا التواضع سبب أن المفاوضات أسفرت عن اتفاق ثبت الهدنة 10 سنوات وفتح المجال لحرية القبائل من يريد أن ينضم إلى هؤلاء أو أحلاف هؤلاء، أن الذي دخل أن يعود ولا يحجون في هذا العام، أن من
جاء من المسلمين إلى مكة يردون، لا يردونه مرتدا، ومن جاءه من المشركين يردوا. هذه شروط كانت قاسية ورسول الله قبلها، وكانت ثقيلة على المسلمين، وكادت تحدث فتنة في الجبال الراسيات من الصحابة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأسيد بن حضير، مجموعة من الناس الكبار. هذا الأمر كان ثقيل عليهم، أن يردوا، أن يعودوا ولا يعتمرون، أن يفعلوا وأن يقبلوا هذه الشروط. هذا كانوا فائدة كبيرة ظهرت من دون أن يحسبوا لها حسابا، ومن نتائج ذلك انتشار الإسلام في الجزيرة العربية. ما تعرفون أنه 19 سنة في الدعوة الإسلامية، المحسوب حسب دراسات تاريخية قالوا حوالي 3000 شخص تقديرا، يعني ليس دقيقا. وأنه بعد صلح الحديبية 3 سنوات، من 6 سنوات إلى 10 سنوات إلى 8 سنوات فتح مكة، أصبح زاد حوالي 7000 شخص. إذن 3 سنتين دخل في الإسلام أكثر ما دخل في 19 سنة، أي من فوائد صلح الحديبية. وتفرغوا للراحة العسكرية، ومكنوا من عودة المهاجرين إلى الحبشة الذين قضوا فيها 3 سنة، رجعوا إلى مدينة، وفتح يراسلوا الناس، وتفرغ لليهود مع أحد المشركين. فكانت معركة خيبر المعروفة التي أيضا كانت فاصلة. باختصار يعني في قضايا كثيرة مهمة، لكن هناك أيضا استفادات كثيرة نستفيدها، منها قيمة القائد، قيمة القائد في توجيه مجموعتي، قيمة الإمام وقيمة ولي الأمر في توجيه مجتمعي، في إقناعهم بالمسؤولية وإقناعهم بنتائج الحوار مع التضحيات المهمة جدا. لأن ولي الأمر يفهم من في هذه السياق، يرى من نظرة بعيدة قد لا يراها عامة الناس، وحتى بعض الناس المثقفين قد لا يرى، قد تكون نظرة محدودة محصورة في دائرة ضيقة. بينما من وله المسلمون أمرهم فولى المسؤولية الكبرى في الأمة، عنده من العلاقات، عنده من اهتمامات، عنده من الرؤية ما يرى به القضايا القريبة والبعيدة، وما يتخوفه من القضايا هذه أو تلك، ما لا يراه الإنسان العادي البسيط أو غير بسيط سياني في الأمر. بالتالي كان مسلمون ما كانوا يقبلوا هذا، ولكنهم خضعوا لأمر القائد. في النهاية ظهر لهم أنه كان هو صواب. مع ذلك وفي نفس الوقت أيضا، كيف عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هذه المعارضة التي ظهرت في صلح الحديبية؟ كيف وجهها؟ كيف تحملها؟ كيف صبر عليها؟ كيف قادها إلى أن حقق أهدافه هو من هذا الحوار ومن هذه المصالحة من دون أن يذم أحد منهم، من دون أن يعني يسيء إلى أحد منهم؟ إنما لابد أن يكون صدر ولي الأمر متسعا واسعا لمواجهة من يقف أحيانا في وجه بعض القضايا التي قد تكون مهمة جدا وقد لا يراها هو مهمة. طيب، إذن سأختصر، الموضوع طويل، لكن سأختصر هنا في أؤكد هنا على أهمية الحوار والتشاور في تعزيز الوحدة الوطنية. لأن الناس لا يمكن يتفقوا على كل شيء، ولا يمكن كذلك أيضا أن يبقوا مختلفين في كل شيء. فإن الوحدة الوطنية من ضماناتها التوحد في إطار التنوع، التنوع الفكري وتنوع الرأي وتنوع واختلاف وجهات النظر، هذا طبيعي. إذا لم تضمن وحدة قابلة للتنوع في الآراء، قابلة للتنوع في الاتجاهات كلها، فإنك لا تستطيع أن تسير هذا المجتمع ولن توحد هذا المجتمع. ولكن اللي يساعد على ذلك أيضا أن يدقق في طريقة التعامل والحوار مع الناس وتوفير الأجواء
الصالحة في غاية الأخوة والمحبة بين الناس، ولذكر القضايا المهمة في تربية الناس وتوجيه المجتمعات توجيها سليما. هناك مبدأ أساسي في الإسلام ذكره القرآن في إطار ترتيب أمور الأسرة، حتى فطام الولد من الرضاعة أمر بأن طلب أن يكمل عامين كاملين، هذا هو الأحسن للولد، لكنه قرار بنقص هذا العدد مشروط من شرطين مهمين، فإن أراد فصالا أن تراضي منهما وتشاور، أن القرار يتخذ بعد التراضي وتشاور، فالتراضي اللي يقع من دون تشاور ليس تراضيا، قد يكون فرضا على الإنسان، لكن إذا كانت وقع تشاور ثم وقع تراضي بعد التشاور معنى أن هذا مبني على أساس قوي يضمن تماسك الأسرة اللي هو نواة التي هي نواة هذا المجتمع. كذلك أيضا القرآن الكريم معلمنا أن الانسجام لا يتحقق إلا إذا تواضع الناس في الحوار وفي التشاور في كل مكان، وإخلاص الناس والإخلاص، لأن الدين نصيحة، والنصيحة هنا معنى الإخلاص، معناه الخلوص، معناه الطهارة والنظافة، معناه الإخلاص في العمل والقول والرأي والمشورة. الغرور يؤدي إلى فتنة، قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم وعالم من يتقى، يعني واحد لا يتمسك برأيه ويظن أنه هو كل شيء وأنه هو الصواب وحده وأن غيره خطأ، وهذا صحيح نظريا، لو أنه يرى رأيه خطأ لما تمسك به ولا قبل الرأي الآخر. إذا قبوله كما يقول كما روي عن الإمام الشافعي، رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، هو كذلك لأنه يرى أنه صواب ولا هذا لتركه. إذن لكن مع ذلك لا بد من تفاهم ولا بد من أيضا التواضع في ذلك، والقول الحسن أو قول الحق والقول أيضا الناسع. ويقول سهل بن حنيف من الذين حضروا صلح الحديبية، يقول بعد ذلك للمسلمين بعد صلح الحديبية اتهموا رأيكم فقد رأيتني يوم أبي جندل يوم صلح الحديبية لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. يصف للناس ما وصل إليه من تعنت والتمسك برأيه إلى هذه الدرجة، لهذا يقول ذكر الناس اتهموا رأيكم. كل إنسان مهما كان وما بلغ مستوى وما بلغ ثقته برأيه لابد أن يتواضع ويقبل أنه قد يكون مخطئا وأنه قد يكون ليس على صواب، وأنه ينزل للحوار ليبحث عن الصواب، ليبحث عما يخدم هذا المجتمع ويضمن وحدته وتماسكه وانسجامه وتعاونه على البر والتقوى. أظن أني قد أطلت عليكم، وشكرا جزيلا لكم. شكرا لفضيلة الدكتور محمد الموالي، مداخلة موالية للنائب كذا. Je remercie cette organisation qu'on appelle le choix. Mais franchement, je ne sais pas, est-ce que je dois m'exprimer ou est-ce que je ne dois pas le faire? Parce que je ne suis pas sûre que je serai comprise par l'auditoire. Je ne sais pas, hein, je le dis comme ça sans savoir. Peut-être bien que tout le monde peut me comprendre en français. Peut-être bien aussi que beaucoup ne comprennent pas le français. Comme moi aussi, je n'ai pas compris très certainement l'intervention de l'imam tout à l'heure, parce qu'il a parlé en arabe littéraire que je ne maîtrise pas. Donc ça me pose un problème vraiment. Et je voudrais bien savoir ce que je dois faire, Monsieur le Président. Vous allez vous exprimer tel que vous voulez. L'auditoire comprend très bien. L'auditoire me comprend. C'est parfait. C'est un thème ici assez intéressant pour moi, parce qu'en fait,
l'objectif, c'est l'unité nationale. Parce que vous dites le rôle de, du dialogue et de la concertation dans le renforcement de l'unité nationale. Donc, la thématique centrale, c'est l'unité nationale, à mon avis. Et nous le plaçons dans un contexte où on parle beaucoup de dialogue. C'est un mot qui est devenu tellement utilisé dans le langage commun que même les autres qui ne parlent pas français parlent de dialogue. Moi, je sais qu'il y a des peuples qui ne comprennent pas le français, mais à force d'entendre le dialogue, à chaque fois, eux aussi, ils parlent de dialogue. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils comprennent le mot. Donc ici, nous nous centralisons, nous centrons notre débat sur le problème de l'unité nationale et le rôle du dialogue dans cela. J'estime que c'est ce que nous devons d'abord nous poser comme question, c'est que est-ce que nous avons des problèmes d'unité nationale? Parce que très souvent, on nous décrit comme étant un peuple musulman à 100%. Ce qui est vrai, ce qui est réel. Mais est-ce que pour autant, cela a permis aux Mauritaniens d'être unis? Et je voudrais que nous parlions sans langue de bois. Il faut d'abord que nous soyons conscients quelle est la situation que nous vivons. Est-ce que nous sommes confrontés à des problèmes par rapport à l'unité nationale? Est-ce que d'ailleurs il y existe une unité nationale en Mauritanie? Et ces problèmes, s'ils existent, est-ce qu'ils sont suffisamment graves pour mettre en danger ou en péril la nation? Ou est-ce qu'ils ne le sont pas? Et comment ils se matérialisent, ces problèmes? Si nous ne sommes pas d'accord sur cela, je ne pense pas que nous soyons d'accord sur l'importance de recherche de solutions. Alors, pour moi, nous avons des lignes de rupture. Peut-être bien que quand on parle du dialogue, la première idée qui nous vient, c'est la ligne de rupture politique. Ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont à l'opposition. Et ici, la ligne de rupture ou le problème, c'est le mode d'accession au pouvoir. Mais il se superpose à cela d'autres lignes de rupture, parce que nous sommes un peuple qui est pluriel, qui est multiethnique, qui est multiculturel. Et donc, il y a d'autres lignes de rupture. Et je crains d'ailleurs que ces lignes de rupture ne soient encore plus importantes et plus graves que les lignes de rupture politiques. Et il faut que nous en soyons conscients. Pour moi, dans ce pays, nous sommes arrivés, et c'est ma conviction, et c'est comme ça que je le perçois, nous sommes arrivés aujourd'hui à un degré de cloisonnement, à un degré de méfiance entre les communautés qui fait qu'on n'a pas l'impression de vivre dans un même pays. Parce que voyez-vous, comment on peut imaginer être dans un même pays? Ou lorsque aujourd'hui, je me retrouve dans une conférence comme celle-là, je vois pratiquement une seule composante. Et j'en vois tous les jours à la télévision. Tous les jours, je vois des débats, je suis des rencontres, etc. Mais c'est une communauté qui se retrouve. Donc les autres n'appartiennent pas à cette Mauritanie. Et j'entends aussi des émissions dans les médias qui sont dans les autres langues nationales, et en particulier le Poular que je comprends. Lorsque j'écoute ces émissions en Poular, j'ai comme l'impression qu'il existe un autre pays où la référence n'est pas la nation. La référence, c'est l'appartenance communautaire ici et linguistique. Quand
quand les gens parlent, que ce soit les journalistes, que ce soit leurs invités, en parlant, ils disent « nous ». Nous avons, nous devons, mais ce « nous-là », il ne se rapporte pas à la Mauritanie. Il se rapporte à nous, négro-africains, ou à nous, poulards. Et ils posent leurs problèmes, et de toutes les façons, ce qu'ils disent à longueur de journée, ce qu'ils racontent, n'est même pas compris par les autres. Qui de vous comprend ici le poulard qui, lorsqu'il y a une émission, lorsqu'il y a un débat, ou suit ce qui s'y dit? Vous ne le suivez pas, vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le comprendre. Et donc on a comme l'impression de vivre dans un pays où on a des cloisonnements ou des Mauritanies qui sont différentes. Il y a cette Mauritanie des Maures, avec ceux qui sont au pouvoir, avec ceux qui sont aussi opposés au pouvoir en place. Et on a comme l'impression que la Mauritanie leur appartient. Et en discutant, ils parlent bien de la Mauritanie. Et je ne me rends pas compte qu'on se soucie des autres, ou de leur absence. C'est comme s'ils n'étaient pas là, c'est comme s'ils n'existaient pas. Il y a bien sûr, entre eux et l'autre composante, les haratines, dont le problème se pose avec acuité, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, la question qu'on entend souvent, c'est quelle est leur appartenance identitaire? Sont-ils arabes? Sont-ils négro-africains? Ou d'ailleurs, ils ne sont ni l'un ni l'autre? C'est un problème qui se pose. Vous avez aujourd'hui des gens qui vont dire que les haratines sont des arabes. D'autres qui vont dire que non, ils sont négro-africains parce qu'ils sont noirs ou qu'ils sont d'origine négro-africaine. Et d'autres vont dire que non, ils sont d'ailleurs une communauté à part. Je ne sais pas que ça renvoie à quoi. Mais en tout cas, ils ont leur Mauritanie, ils ont leur vision. Avec ici comme ligne de jonction avec les Maures, qu'ils parlent au moins la même langue. Lorsque les haratines s'expriment, lorsqu'ils expriment ce qu'ils ressentent, au moins les Maures comprennent ce qu'ils disent. Et s'il y a des débats aussi qui concernent où on ne voit que des Maures blancs, eux au moins, certains d'entre eux, le comprennent. Peut-être bien que si c'est un arabe littéraire, ils ne peuvent pas tous le maîtriser, mais au moins ils le comprennent. Mais les autres ne se soucient pas de cela. Et il y a bien sûr les négro-africains qui eux aussi ne pensaient pas qu'ils sont tous d'ailleurs... Ils se comprennent, ils ne se comprennent pas. Il suffit qu'ils parlent dans leur langue pour qu'ils soient séparés. Et donc, moi, c'est aujourd'hui, et c'est malheureusement comme ça que ça existe. Et moi, durant toute ma vie politique, j'ai œuvré, j'ai lutté pour que la Mauritanie ne soit pas celle-là. Et je continue aussi à lutter pour cela. Et je continue à me battre là où je suis pour qu'on n'ait pas cette conception de la Mauritanie. Mais je dois avouer que je suis vaincue. Je dois avouer que je suis vaincue. C'est aujourd'hui ça notre réalité. Je ne désespère pas, mais je sais que c'est aujourd'hui ça qui est la situation que nous vivons. Maintenant, il faut savoir quel est le problème. Le problème, nous avons dit que c'est un problème de pouvoir accéder au pouvoir, de pouvoir participer à la gestion du pouvoir, de pouvoir bénéficier des richesses du pays. Et cela est un grand problème aujourd'hui. Et si nous ne sommes pas conscients de ça, si nous pensons que nous pouvons rester avec toujours la même langue de bois, oui, que nous sommes tous des Mauritaniens, que nous sommes tous musulmans, que nous appartenons à ceci, que par le passé, nos grands-parents ont toujours vécu dans la symbiose qu'ils ont. On se trompe. On se trompe et on se trompe lourdement. Je sais bien, au moins, la communauté à laquelle j'appartiens, je sais qu'elle pense qu'elle vit une situation de calvaire, parce qu'elle considère qu'elle est exclue tout simplement. Et voyez-vous, les gens sont très attentifs à ce qui se passe. Le conseil de ministre du jeudi, les gens écoutent les nominations.
Ils vont faire les décomptes. Mais sur tant de personnes nommées, il y a peut-être un négro-africain quelque part. C'est ça qui impressionne les gens. Lorsqu'il y a un rassemblement au niveau de l'état-major, qu'il y a une levée de couleurs, qu'on présente les officiers de l'armée, ou les commissaires de police, ou les, en tout cas tout ce qui est hiérarchie militaire et sécuritaire, on se dit que les négro-africains ne sont plus là. Peut-être qu'on ne comprend pas d'ailleurs pourquoi ils ne sont pas là, mais en tout cas le constat c'est qu'ils ne sont plus là. L'administration c'est aussi la même chose. Donc vous avez cette situation que j'écris et qui est une situation qui est grosse de danger. Et le thème aujourd'hui c'est le dialogue. À quoi est-ce qu'il peut servir? Moi je crois qu'aujourd'hui c'est le moment où on a le plus besoin de dialogue, de discussion, de concertation. Parce qu'il faut d'abord connaître ce que vivent les autres. Il faut le savoir. Il faut savoir au moins comment ils ressentent, comment ils vivent leur situation. Il faut les écouter, il faut les comprendre, il faut essayer de trouver des solutions. Parce que pour moi, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de bonne solution ou de mauvaise solution. La bonne solution, pour moi, c'est la solution qui peut être consensuelle par rapport à des problèmes précis qui se posent. Il y a des problèmes qui se posent. Il y a d'autres qui se sont d'ailleurs accumulés au fil des années. Et qu'on ne discute pas, qu'on ne débat pas. Il y a le problème de la barrière de la langue qui nous isole les uns des autres. Et si on continue dans cette lancée, c'est bien de faire les conférences. Mais si les conférences ne ciblent qu'une partie ou un segment de la population, mais les autres, à la limite, au moins, vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils ressentent. Et donc, ça va être chacun de son côté, il est en train. Et c'est ça le danger pour moi. Et bien sûr que les partis politiques. Normalement, ils sont l'expression des opinions. Ils doivent avoir des programmes. Ils doivent connaître les réalités de leur société. Ils doivent avoir des solutions aux problèmes qui se posent. Mais malheureusement, d'abord, la conception, l'appartenance politique, pour beaucoup, n'a pas beaucoup de signification. Moi, je sais, quand j'étais à l'UFD dans les temps, le grand parti d'opposition de l'UFD, quand on y était, c'était les années 90 et quelques, je sais que les négro-africains se retrouvaient à part pour discuter, pour dire que nous devons avoir telle stratégie. Et je suis sûre qu'au niveau du PRDS, dans les temps, on faisait la même chose. Les négro-africains se retrouvaient à part pour pouvoir déterminer leur opinion, leur politique, pour pouvoir venir les poser. Et donc, ce n'est pas ça en parti politique. Parce qu'en parti politique, le clivage ne doit pas se faire par rapport à la couleur de la peau ou par rapport à la langue. Le clivage doit être par rapport à des positions politiques. Mais notre réalité, c'est que même quand on se retrouve dans un bloc ou dans un parti, il y en a très peu où les débats se focalisent sur des questions politiques ou les contradictions, si elles existent au sein d'un parti, n'opposent pas les communautés les unes aux autres, mais opposent bien des opinions les unes aux autres et qu'on peut retrouver dans un camp toutes les composantes et dans l'autre camp toutes les autres composantes. Alors que dans nos partis en général, cela pose problème. Je ne le généralise pas parce que je sais que moi, je ne vis pas cette situation dans le parti au moins je suis. Nos clivages n'ont jamais été qu'on va se retrouver, nous, en tant que négro-africains ou d'autres en tant que haratines ou d'autres en tant que Comores. Nos clivages, d'ailleurs, sont connus de tout le monde. Ce qui nous oppose, quand il y a des oppositions, quand il y a des divergences, et il y en a, c'est des divergences d'ordre politique et nous nous positionnons en tant que politique. Mais ce n'est pas le cas partout.
Et donc, à mon avis, au niveau des partis, il y a des limites de pouvoir prendre en charge de manière globale ces problèmes. Et donc, les partis ont besoin eux-mêmes de se former autour de projets politiques pour pouvoir défendre les opinions. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, à mon avis, à Mauritanie, il y a une question prioritaire, ou en tout cas une question à laquelle il faut prêter beaucoup d'attention, c'est cette question: comment faire pour que nous puissions nous retrouver comme dans un seul pays, que nous puissions nous parler, que nous puissions nous écouter, que nous puissions savoir ce que ressent l'autre. Si on ne le fait pas, à mon avis, nous courons de très graves dangers. Les partis politiques ont leurs responsabilités. La société civile a aussi les siennes, les responsabilités qui sont les siennes dans cela. Et je suis sûre que la seule voie qui est salvatrice pour nous, c'est la voie du dialogue. On parle beaucoup de dialogue, mais je sais qu'on parle de dialogue politique. Mais ce dialogue politique doit d'abord prendre en charge les questions d'ordre communautaire pour amener à ce que les gens puissent au moins sentir qu'ils appartiennent à un ensemble qu'ils doivent préserver. Et donc, à mon avis, il faut que nous soyons conscients de ça, que au moins l'élite puisse travailler ça, et que nous arrêtions ce cloisonnement. En tout cas, si on ne le fait pas, à mon avis, c'est ici on ne peut pas traiter de ces questions-là, parce qu'il y a tout simplement des gens qui sont absents de cela. Donc pour moi, l'essentiel, c'est d'être conscient des problèmes qui existent et de prendre leur dimension, la mesure de ces problèmes. Et il ne faut pas penser qu'on va tout simplement continuer chaque jour de marteler que nous sommes ceci, nous sommes cela, et que nous le resterons, et que nos grands-parents l'étaient. Ça ne nous mènera nulle part. Et je suis tellement inquiète, moi, de la situation, que je préfère que les gens soient conscients de ça. Malheureusement, aujourd'hui, je suis dans ce débat, mais je me retrouve dans une partie de la Mauritanie. Et je sais que je vis ailleurs, dans une autre partie de la Mauritanie, qui ne voit même pas l'autre partie. Et qui sent d'ailleurs qu'elle fait de l'autre partie un bloc responsable de sa misère, de son calvaire. Et ils ne peuvent pas faire la distinction. Ils ne peuvent pas faire la distinction entre ceux qui ont la décision politique, le pouvoir politique, et les autres qui sont des simples citoyens comme eux. Ils ne peuvent pas faire cette différence. Et donc, ils mettent tout le monde dans le même paquet. Et je suis sûre que c'est la même situation que vivent aussi les Hrafins dans ça. Et donc, à mon avis, on a besoin fortement de nous pencher sur ces problèmes. Et il n'y a que le dialogue, la discussion. Et dès que d'ailleurs un problème est posé en discussion, il est à 50% réglé. Parce qu'au moins, je sens que le problème qui me préoccupe, j'ai quelqu'un qui peut au moins m'écouter, pour au moins comprendre ce dont je souffre. Et si on ne le fait pas, à mon avis, il n'y a pas de salut sans cela. Et je ne vais pas aller plus loin que cela. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. بادئ بالبدء أود أن أشكر قائمين لمنظمة الخيار الذين قاموا هذه الندوة لجامعة كوكبة من
سياسيين ومثقفين في البلد، واللي في الحقيقة كانوا من اللي وقتها وقت مختار مناسب لغرض حاجة البلد لهذا النوع من اللقاءات وهذا النوع من تقديم الأفكار النيرة وهذا النوع من إشباع النخبة من أجل تقديم حلول للمشاكل اللي من بينها الموضوع اليوم هو حوار وتشاور من أجل تعزيز الوحدة الوطنية. فعلاً أنا لا أتناولها من ناحية دور المجتمع المدني في إرساء دعائم التشاور، في إرساء ثقافة التشاور والحوار من أجل تعزيز الوحدة الوطنية. يا غير سابقنا نتطرقوا لدور هذا المجتمع المدني لا من باب مرة الكرام نختاروا نعطوا تعريف شوي عن المجتمع المدني مفهومه التقليدي ذاك اللي كان عند مجتمع نهوم ونعرف عاد ذاك للمجتمع المدني العصري وذاك اللي مطلوب منه ورق. انتم تعرفوا من المجتمع المدني القديم مجتمعنا كان فيه هذا اللي ينقال الوجهاء وهذا اللي ينقال الصرب وهذا اللي ينقال العلماء واللي كان دورهم اساسي هو اصلاح ذات البين ومولي الى اخره مشكله والله الجلات مد المعنى والله تباعدت. كان مجتمعنا المدني القديم بهذا الشكل كان يلعب هذا الدور وكان دور فعلا اساسي وقد يتقلب اذا رجعنا للتاريخ قد يتقلب على ياسر من النائبات وياسر من المسائل اللي كانت لاهي تفكك هذا المجتمع. واليوم المجتمع المدني العصري اللي ينحصر اساسا في هذه المنومات اللي خارج منها شيء دستوري كي منظمة حقوق الإنسان، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسيط الجمهورية، وهذو ملي المنظمات الأخرى اللي عندها دور حرة شيئا ما في منظمات المجتمع المدني والمبادرات والنوادي لزامن عليهم اليوم منهم يعود عندهم دور أساسي ودور ريادي كيف اللي شفتوا في هذه الدول الاخرى يسوى من هذاك اللي افريقي وذاك اللي اوروبي وفي امريكا اللاتينيه. اذن المجتمع المدني يالتو يلعب دور لا يستهان به وخاصه هذه اللجان اللي قلت لكم اللي منها دستوري واللي منها ما هو قانونيته كي منظمات العاديه المجتمع المدني. يا غير مولي ياك يلعبوا هذا الدور لابد من يعود عندهم يتوخاوا فيهم شو من المعايير. المعيار الاساسي هو منهم يعودوا مستقلين. المجتمع المدني ياك يلعب دور لابد ان يعود مستقل. ولابد ان يعود هذه الوضعيه اللي فيها يمرق. احنا في وضعية خطيرة، مجتمعنا المدني وضعية خطيرة اللي فيه اصطفاء والله ظلل وحدين منه ينقال لهم المجتمع المدني اللي تابع للسلطة ووحدين المجتمع المدني تابع للنظام للمعارضة. وهذا الحقيقة من المسائل اللي يجعلوا بالمجتمع المدني اليوم ما هو لاعب الدور اللي منوط به. من الاختلالات مولي اللي على كل حال هذا المجتمع المدني هو بانه مثلا الموزايك قدامنا مثلا
ياسر من الحقاع مثلا من الكفره اللي على كل حال عاد مات لمولي مؤدي الدور المنوط به ذاك مولي لا متسيس ذن لابد من هذا المجتمع المدني اياك يلعب الدور المنوط به انه اولا مستقل عن السلطه ومستقل عن المعارضه وياك مولي نفس الشيء يلعب هذا الدور لابد من يعود الحلول اللي عدوا اللي قدمت تعود حلول موضوعيه اذا الحلول الموضوعيه تجسد فاش تجسد من خارج من مساي مطروحه الشعب الموريتاني يالته تطرح بالحاح وبصيغه موضوعيه وتجرد كيف هذا اللي ينقال له الوحده الوطنيه ذا اللي ينقال العداله الاجتماعيه ذا اللي ينقال العبوديه ذا اللي ينقال والله ذا اللي ينقال مخلفات الرق هذا المجتمع المدني يا تساهم به اللي يتعزز ويطرحها ويقدم لها حلول موضوعيه وذيك الحلول الموضوعيه اللي تعود مقدمه لا يتعزز ذا اللي ينقال الوحده الوطنيه الوحده الوطنيه ياك تعزز ياك ينطرح المشاكل اللي يعاني منها المجتمع الموريتاني ينطرحوا بتجرد كي قالت النايبه اليوم الوحده الوطنيه حد لا يشد اخبارها لابد من خالد مسائل اساسيه لابد له من يجبر لها حلول موضوعيه هذا اللي قال له لباس ايمانيتير مثلا الإرث الإنساني لا ذاك وفو من ناحية وفو من ناحية وانطرح والهيئات الوطنية والدولية اللي كان شافع عليه عطات موريتانيا فيها كتيس يا غير مولي إلى عاد فهم خالدين وحدين طارحينه إذا ما هو حرام ولا هو شيء يشد أخبارهم فيه ونعتلهم بأنها ما كانت مطروحة يا غير لافيت أنهم ما توسع اللي حد كي قال لكم بن 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 عمر لي من بلاد منين جاء قال له انه هو ما هو محمد رسول الله انه لا محمد بن عبد الله ما رصف عليه هي وظيفته هو عطيها لمولانا يقير به اللي عنده الحوار وعنده التفاهم لا يفهمه من القضيه دور لا تعقب يعقب يعرف هو صهيب انه هو محمد رسول الله ما هي ضرك يقير يعقب يفهمها بهذا الاسلوب ضركم مولي إلى عاد الباسيف هيومانيتير مات له خالد ينطرح وينعت بصفة واضحة بأنه مات له خالد ولا شيء ولا إحرام إلى أن قالوا واحدين بأنه طارحينه وقالوا مولي بصفة واضحة بأنه ما طرح وهذا ستاند بشيك مات له مطروحته هذا اللي بأنه يا تعود ينطرح بإلحاح وبصفة موضوعية وكي قالت النائبة ما تقدر تعود الناس عندها موريتانيا كاملة وتعود إدارتها ما تشاف فيها الموريتاني كامل حكامها ما يشافوا فيها الموريتاني كامل وقضاتها ما يشافوا فيها الموريتاني كامل وسفراءها ما فيها الموريتاني كامل والإدارة المحلية والإدارة المركزية والجيش هذا يلا تعود فيه أولاد الشعب الموريتاني كامل به اللي هذه هي المفخرة وهو واللي لا يجسد اللي قالوا الوحدة الوطنية الوحدة الوطنية شعار يقير مولي شعار يقير مولي يالته تجسد ما تبقى لا شعار تجسد في الأقوال وفي الأفعال إذن هذه المسائل الأساسية اللي يالته يعود مجتمعنا المدني يطرحها بالحاح ولين تخلق قضية وطنية يالته المجتمع المدني ساهم بها ويقدم فيها حلول المناسبة احنا اليوم نعاني مشكلة كبيرة تكلمت عنها النائبة هو قاعد اليوم ما مطروحة قضية الحوار حوار قاعد عليك هو المطروح الحوار عليك هو يالث اللي يعود مطروح اليوم ومقدم موريتانيا اللي قالوا التفاهم ما هو الحوار
التفاهم عليه حكامه كامل حكامه يلا اثنين تفاهموا عليه كامل حكامه جديده لها تعود الناس كامل جميع شرائح موريتانيا شايفين فيها كلها شايف فيها ذلك وهذه الحكامه ولا فينا ما تعود فينا مركب نقص من الى عاد كانت عندنا حكامه وصلحت لشمل الزمن ما انتم لا متمكنين منها اللي تعود ما تصالحها تخلوها ولودوا حكامه اخرى متوافقين عليها وكل حد من الشعب الموريتاني شايف فيها ذاته وهذه هي الحكامه اللي يالله يتقدم بها يالله كحلول يالله تتعود مطروحه وطارحها المجتمع المدني بالحاح. احنا حكامتنا اليوم اللي وساه خاديه تطرح فيها هذا الطرح باللي هي حكامه ومبنيه على الجهويه ومبنيه على القبليه والله اللي منها هذه الحكامه اللي مبنيه القبليه والجهويه منافيه تماما مع اللي قال المواطنه معافيه تماما مع اللي قال المساواه معافيه تماما مع اللي قال الديمقراطيه هذه المسائل نقيضهم للحكامه اللي مجسده اليوم واللي على كل حال كانت صالحه في زمان وكان يقال اليوم هات لا تصالحه ويجب ان الناس تقلع عنها بصفه مرنه وبصفه ما 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 نكب ما نكبذ اللي في القدح ونقول هون بصفه واضحه وبصفه صريمه بان خطر تواجهوا الدولة الموريتانية بها اللي تواجهوا بها اللي ما شعبها عاد بشمل الخيرات وشعبها عاد مفطون له ولا هو متقالب وعاد لا يفرض عليه الحل الداخلي الخارجي ويالله المجتمع المدني اليوم اللي منه متنور يتحرك ويعود عاطي اولويه للي قالوا الحل الداخلي. الحل الداخلي هو الوال الحكامة متوافقين عليها الموريتاني ما هي مفروضة عليهم من الخارج. إذا المجتمع المدني هو إياك يا الساهم في تعزيز الوحدة الوطنية يالتو يجرد كي قلت لكم يعود عنده هاي المعايير ويتوسموا فيه وقديما وضرخ شفنا في ياسر من الدول المجتمع المدني قبل الصدارة وحل المشاكل إلين شاف من الفرقاء السياسيين ما قدروا يتوصلوا للحل. فعلا هذا صعيب بالنسبة لموريتانيا بين اللي موريتانيا خارج شيء قالوا الإمبرياليزم بوليتيك مثلا الإمبريالية السياسية اللي عاد طاقطة عليه ذا كامل ولا ثلاث الناس هذا من السياسيين ما خلاه لسباس للمجتمع المدني بهم فساحة وعاد في المجتمع المدني كل ما مثلا ماشي تابع سياسيين وفعلا دوره عاد ما تلاقي قد يلعبوا طالبين من السياسيين خلوا المارج للمجتمع المدني ولا يعسكروه ويخلوا النقابات عنهم نقابات ويخلوا يخلوا المبادرات والمنظمات منظمات خلوهم كانوا يقدوا يلعبوا ذا الدور اللي اصلا عاطيهم القانون عاطيهم المجتمع وبدون مثلا هذه ذا الاسباس من دون هاي الاسباس من دون من السياسي يتوارى شيئا ما لين يفسح الطريق للرجل المجتمع المدني كانوا يلعب ذاك الدور لا يتعلن تم الهيمنه خالقه ويتم المجتمع المدني تابع ولا يقدر يلعب الدور المنظمي. اذا اللي يقد يعود مطروح للمجتمع المدني هو بانه يعرف عن هذا الحوار اللي مازال الناس كاملة تتكلم عنه وقد يعود ما فات قال واحدين انه فات انطلق واحدين يقول انه قاعد ما فات بدا واحدين مثلا ذا بيهاش بيه اللي
فهم ام ام مثلا الشيء اللي قال المستوى المدني ما هو فهم لو كان فهم وعنده يلعب ذاك الدور يعود الى في افانسي لي شوز نظرا انه ما هو فهم والله فهم يطير متحيز متخلط بالترم متخلط بقى مش فلول شيء ما وقاو الفرقاء السياسيين كلهم يقولوا لا يكون الصبح للحوار ويعقوا ما يكون صوف بهم اللي كلهم يبقاو سرقاتكم لي شان دو فيانس مثلا كيت كلاب بلال اللي مثل تاع الركاب مثل لي شان دو فيانس ما يكون تاع دوميت هاتو دوميت معناه ان فعلا هذا الحوار اللي تتلقى اللي مطلوب واللي المجتمع المدني يالتو يساهم فيه وهو مهم لتعزيز الوحده الوطنيه لا بد من تعود الناس نفس السياسيين يجردوا من ذواتهم كيف المجتمع كيف اباطره المجتمع المدني يجردوا من ذواته ويعرف عن موريتانيا اليوم وفرق مفترق طرق ولا هي قادها الا هذا الحوار الحوار من اللي جاي ولا مشينا الى عاد مثلا كي قال الفقيه بن رقاجي قد يعود ذاك اللي هو قاعد اللي حاكم والله وهو اللي ظاهر له من الناس اللي يشوفه ناس ما تشوفوا ذاك هو اللي الى لح على روايه يالت الناس تعرف عنها لاهرها فيها مصلحه للشعب الموريتاني ويالتها ما تتوارى عنها ولا يالتها مثلا تبقى عنها ايوه الحوار مالي هو الوسيله وحدها الوحيده في الديمقراطيه إن با ان اوتر فوا كي لي ديالوغ ذي حد مآمن بالديمقراطية لا بد له من الحوار باللي ما يعدل الحل آخر ما هو خال باللي لا ديمقراسي فيها لا الحوار اللي ينطرح المشاكل الحل لا بالحوار على كل حال فزافي إلى إكزامبل لا سوسيتي سيفيل فعلا لعب الدور ولا يستهانوا في حوار دكار من خلال المرحوم سعيد الهمودي آنذاك يرأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهذا هو دور المجتمع المدني المرحوم ديك الساعة سعيد بن همدي على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كان فاعل أساسي في حوار دكار تقارب وجهات النظر والناس اللي حاضرة في دكار مؤتمر دكار تقول لنا ذاك حق معناه أنه ذاك هو المجتمع المدني ذاك هو دور المجتمع المدني بانه يقرب بين وجهات نظر الفرق السياسية ويقدم الحلول المناسبه اياك تعود ارضيه خصبه للتشاور والتفاهم اذن هذا هو اللي ياك تعود مطلوب من المجتمع المدني وغالي بان هذه المشاكل اليوم اللي مطرحها الموريتاني ياك كي قلنا لكم ينعطى فيها الأولوية اللي قال الحل الداخلي والحل الداخلي لا بد من يخلقوا له تنازلا به اللي هو ما خال المشكلة ما عنده حلين حل داخلي وحل خارجي والحل الخارجي مع الأسف شفناه في هذه الدول كاملة ما دخلت الأمم المتحدة ولا بليدة من العالم ما عقبت عاد مثلا ما قطي ما هون دولة دخلت فيها الأمم المتحدة ولا أمريكا اليوم وضعها ما هو يرثى لهم كارثة معناهاش معناها أن الناس اللي ظهر لها وأنها تقد تعود لا يتجبر للسالي دي لا فرانس ولا للسالي دي لونكل سام مثلا هي ظاهر لي منها لا تدير ايديها في قرونها شوي وتخرص اللي يخلق في العالم وتو الى عاد لون كل سام قاع قطع دل شي مهم في بلاد يسوى يجي شني يلا تلا تقيس وتقبضها غير اللي يعود لون كل سام ما قد زر بلاد ما زرع فيها البلاد القلاقل
وكانت عنده مهم عنده لا ذرواتها ونسف ذرواتها وزرع نزاعات بين مكوناتها وتم خلي مكونات يطاحنوا وتم هو متبارك على الثروات. اذا هذا قايلوا بيعزد بالناس ياضتها تعطي الاول الاولويه للحل الداخلي. يقال الحل الداخلي اليم، مثلا اليم ذيك بلي وعدوا في تنازلات كبرى. الناس كانت عندها روايه وجابره فيها ياسر من مصالح وجابره فيها ياسر من شيء. يقال هو اللي يتنازل عنه لا المصالح ويشارك فيه رقاش دور شيء لا شيء يحضر فيه. وحد لا يعطي شيء لا شيء لا حد يحضر في شيء كان عنده هو. اذا هذه هي التنازلات. هذا الحل الداخلي اللي في الحقيقه يجب انه يعود هو الشغل الشاغل للمجتمع المدني والسياسيين يا هذه الخطر اللي حادق بين موريتانيا نتخطاه. وانا بعد لا نكتفى بهذا وشكرا. شكرا يا محمد العواد. المداخله المواليه للنائب خليل البقيب عن دور المنتخبون لحوار تعزيز الوحده الوطنيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الأمين. أنا مولي بدوري شاكر الإخوة في المبادرة على هذه الندوة وعلى اختيار العنوان الحوار والتشاور تعزيز الوحدة الوطنية، وشاكرهم على البداية اللي عدلوا مع الإمام الفقيه والموضوع اللي يتكلم عنه دور الأئمة والعلماء، لأن هذه الأولوية والله هذه القيمة اللي العلماء والأئمة تنسجم مع طبيعتهم وتنسجم مع السياسة الوطنية المتبعة اليوم في ظل النظام الوطني القائم اللي تحولت نظرته للعلماء والأئمة اللي بالأمس القريب كانوا مطاردين وكان ينظر لهم نظرة شبهة وعلامة استفهام أمامهم. ونتيجة للرؤية والمقاربة اللي تبنى أدرك بوعيه أهمية العلماء وقيمتهم ودورهم في المجتمع، خاصة دورهم التربوي ودورهم التوجيهي بحكم الرصيد المعرفي اللي يمتلكه. إذا شاكركم على 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 البدايه اللي عدلتوا مع مع معالينا. انا اللي نتكلم كلام عام وراجل نعود ما هو نظري، اني قاع ما عندي قدره على التنظير، ولاي نقترب من 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 المساله بشكل من خلال معايشتي ومن خلال فهمي لطبيعه الاشياء. هذا اللي قال الوحده الوطنيه، احنا كاملين مجمعين على انها مقدس، مجمعين عليها كأحزاب ومجمعين عليها كتيارات سابق الأحزاب. كان سلوكنا وأساليبنا تنسجم مع هذا الفهم، أعلن فيه محاذير وفيه محظورات ما تمتس ولا تلحق السياسة. أي شيء أي أسلوب أي إجراء لا يمس من وحدة المجتمع أعلنه يدان والمجتمع يرفض. وهذا هو اللي قامت عليه الأحزاب، لأن برامجها كاملة قائمة على هي غير الممارسة شيء آخر. وأنا هون ماني لاهي نحمل المسؤولية للجهة يا غير لاهي نقول فهمي أنا الأسلوب اللي اتباعه قد نطلقه على أصحابه على أنهم يعملوا على
تجسيد الوحدة وتجذيرها وتقويتها، والله العكس. أنا ظاهر على الوحدة الوطنية مقدسة وعلنها قداستها لا قدسية الدين الإسلامي الحنيف، وعلن تعزيزها وتقويتها وترسيخها تتمثل عندي وتجسد عندي في السياسة المتبعة اليوم في ظل النظام الوطني القائم بقيادة محمد بن عبد العزيز، اللي بدأت بالشرح بتسوية الشرح الكبير اللي خلق في نسيجنا الاجتماعي وحدتنا الوطنية 89، اللي عالجوا معالجة واضحة من خلال مجموعة من الإجراءات اللي عندنا نقولوا اليوم تسوية مشكلة الإنسان وعودة المبعدين وإدماجهم في الحياة النشطة، وإعلن تعزيز الوحدة الوطنية وتقويتها وتجذيرها، إعلنوا يجسد في القوانين اللي استنت في ما يتعلق بالرق وتجريمه، اللي تحول من تحريم العبودية إلى تجريمها، وإعلن تعزيز الوحدة الوطنية، إعلن يجسد في إنشاء محاكم لأول مرة مختصة لا بمحاكمة قضايا الرق والاسترقاق، وعلن تعزيز الوحدة الوطنية يجسد في الابتعاد عن الخطابات التقسيمية، وهذا أسلوب متبع اليوم عند النظام، وعلن تعزيز الوحدة الوطنية يكمن ويجسد في السياسة الاجتماعية اللي متبعة واللي مركزة بشكل عام في غير بشكل خاص في الهوامش والله في الشرائح اللي كانت مهمشة ومستعبدة. إذن هذه مسائل عملية. دور الأحزاب شنو؟ دور الأحزاب هو تقويته، ودور الأحزاب هو الابتعاد عن أي خطاب تقسيمي، ودور الأحزاب هو عدم التواطؤ والله عدم المجاملة مع أي دعوة للتقسيم. ومع الأسف أحيانا نشوف خروج على 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 على, على, على الأسلوب. إذا أنا ظاهر لي أن تعزيز الوحدة الوطنية يلا يعود من خلال أساليب ومن خلال ممارسة ومن خلال خطوط حمر ما يلا تلتحق ولا يلا تخطى. وإعلن تعزيز الوحدة الوطنية يا الله مولي نعرف احنا وحدتنا قوامها شنو. هذا يحتاج فعلا، وهذا بيت القصيد يحتاج إلى أعلننا كموريتانيين بحاجة إلى أعلننا نجلس على نار هادئة وعلى طاولة مفاوضات ونشدوا أخبارنا كيف قال الأخ مشاكلنا الداخلية. احنا وحدتنا الوطنية قائمة على أساسها، احنا حالتنا حالة شاذة. احنا بأي منطق نعود أنا وأختي وزميلتي خرجت مالك جلو ما قدروا يتفاهموا ما بلغة أجنبية؟ هذا ما هو صنعنا، هذا ما هو إرادتنا، هذا واقع وضعنا فيه المستعمر ويلا نخرج منه. احنا مطالبين ترسيم لغاتنا الوطنية وبترقيتها ونتكلموا بها كاملين، يا غير مطالبين كبلد ولا بد يعود عندنا لغة موحدة، هذا هو اللي في العالم كامل. إذا نحن وضعنا اليوم شال، هذا بحاجة علينا نجلسوا ونشدوا أخباره وندرى كان يلا تعود اللغة الواحدة بالنسبة للغة العربية، يا كانها البولارية، يا كانها السلوكية، يا كانها الأوروبية، ما هي بعد الفرنسية. إذا إلا قال حد، والله قالت مجموعة، والله قال حزب، والله قال تيار أن اللغة الفرنسية أنها لغة أجنبية، ما ينقالوا متطرف، وهذا كان اللي ينقال وهذا هو اللي نسمعوه. إذا بحاجة الموريتانيين على أنهم يجمعوا ويشدوا أخبار أسس ومقومات اللي قالوا المواطنة. إحنا بحاجة لأن قبال نوضع أسس لها عودة. ما في فرق بيني أنا ولا جميل ولا أحد، المواطنة فقط هي اللي تحدد دور كل واحد منا ومكانته. هذا بطبيعة الحال يحتاج إلى سياسة وإلى إجراءات مصاحبة، وهذا يلا الموريتاني يشدوا أخباره ويلا الحوار مفهومنا ما يعود مختصر ولا مختزل قضية انتخابات وانتخابات، خاصة وعلن الحوار اللي دعالوا اليوم حوار
يا الله يتم ولا هي يتم ما هو فضل الأزمة حوار ذكاء. احنا وضعنا اليوم يختلف عن 2008. احنا إلى دعينا الحوار اليوم إلى طالبنا به وإلى طالبت به القوى السياسية وإلى طالب به الرأي العام حوار ما هو ياكي عالج أزمة موريتانيا ما فيها أزمة سياسية، مؤسساتها قائمة، مؤسساتها الدستورية قائمة ومؤسساتها السياسية قائمة، يغير بحاجة إلى أنهم يعدلوا حوار اجتماعي درس فيه الجانب الثقافي، جانب الهوية، جانب المساواة، مجموعة من الإجراءات اللي يالله تصب في خانة تعزيز وحدتنا الوطنية. إياك فعلا يعود ما فيه غبن، إياك كي قالت هي قبيل الأخت ما يعود فيها إلى التلفزة الموريتانية اليوم تعكس خريطتنا الاجتماعية، ولا يعود واحدين يخرصوا لا تلفزة السنغال، واحدين يخرصوا لا ام بي سي، واحدين يخرصوا لا تلفزة المغرب، يلا تعود عندنا تلفزة جامعة، ويلا يعود ذا اللي ينبث يعود نعود كل 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 حد منه وكل شريحة منه وكل تشعر بعد انها شايف ذاته فيها. هذا يحتاج إلى إدارة تعدل، يحتاج إلى نظام وطني قوي يعدل، وهذا هو رأيي الشخصي، لأني هون ماني جاي نمثل جهة، جاي نمثل رأيي الشخصي. لأن هذا الظروف مواتية للبلد، محكوم بنظام وطني وليد انتخابات 2009، وحنا كاملين كمعارضة هيك ساعة وأنا واحد من المعارضة عجزنا عن يجيبوا دليل على قلة نزاهة انتخابات. إذا إنه استمد شرعيته ومشروعيته من طبيعة المشروع المجتمعي اللي يتقدم به واللي على أساسه نافقة الشعب الموريتاني. نظام سياسي كذلك اثبت جدارته وقدرته على السيطرة وقيادة البلد. الجوانب الأمنية، الجوانب الاقتصادية، الجوانب السياسية، الجوانب الديمقراطية. احنا بالأمس القريب وأنا وزميلي وزميلتي كنا مطاردين كتيارات ومطاردين كأحزاب. سابق 2006 و2007 و2008 و2009 ما كان حزب سياسي قد يعد المهرجان يكون متحدي به، لابد من إذن الحاكم والوالي، وكان مولي الإعلام والقنوات والقناة الفضائية الوحيدة آنذاك التلفزة الموريتانية ووكالة الأنباء الموريتانية والإذاعة الموريتانية حكر على حزب واحد وعلى نظام واحد وعلى رؤية واحدة. جاء نظام وافتح الأبواب على مصارعها إن صح التعبير، وعزز الذي ينقال له ورسخ الذي ينقال له الديمقراطية من خلال مجموعة من القوانين. أنتم كإعلاميين وشايفون وجوه إعلامية، وحدكم اقدر على 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 على, على, على تقييمها بحريه الفضاء السمعي والبصري وبه القنوات الموجوده اليوم وبه حريه الاعلام وبه، وهذه هي الديمقراطيه. اعلى مستوى القوانين ترسانة من القوانين وعدلت لا ترسيخ الديمقراطيه. هذا النظام عدل من 2009 وقولها عن وعي، وكمشرع عدلوا عن وعي. وبالتالي امتلك رؤية، وهذه الرؤية هي اللي خلاته يتبنى لمقاربة الحوار، لأنه هو فهم لا منهجيتين، فهم لا مقاربتين، فهم لا منهجية الإقصاء والانفراد بالحكم، والله منهجية الحوار مع الفرقاء الوطنيين والشركاء الوطنيين، وهذا ميزة وسبق عند نظام الرئيس محمد بن عبد العزيز. واجب القوى السياسية وواجب الأحزاب السياسية على أنها تتجاوب مع هذا بشكل إيجابي، ما معناها على أنها تصفق، ولا معناها أنها تقول أن كل شيء على ما يرام، ولا معناها على يظهر على أن خاصة الأحزاب اللي عندها خلفية عقائدية. يظهر مشكلتنا احنا ومشكلة البلد هو بعض سياسيين، لأن بعض سياسيين وهي نقولها بكل صراحة وبكل مرارة، على أنهم يعيشوا تناقض بين منطلقاتهم الفكرية والنظرية وبين سلوكهم. مفروض كان من المفروض والمنطق يقول ان صاحب الرأي والله عندما يرى مواقفه والله وجهة نظره تطبق على ارض الواقع والله يطبق منه الشيء على ارض الواقع، واجبه الانحياز لهذه الجهة والله لهذا الطرف والله لهذا النظام اللي ينظم اللي يجسد شي من شعاراته والله شي من مبادئه. العكس يخلق عند بعض
عاد كاع النظام التحق به ياسر التيارات السياسيه والاحزاب السياسيه يغير بعد اليوم قاده بعض الاحزاب وبعض الاحزاب اللي عندها خلفيه عقائديه ونقول لا الاحزاب اللي عندها خلفيه عقائديه تعيش تناقض. كان من المفروض على بعض الاحزاب اللي الين اتخذ النظام رئيس محمد بن عبد العزيز انذاك وقطع العلاقه مع الكيان الصهيوني كان يجب ان تكون مع في خندق في الخندق اللي فيه الرئيس محمد بن عبد العزيز. وهذا هو اللي عدلوا بعض السياسيين وخاصه من الاحزاب اليساريه. سنه 59 في مصر الحزب الشيوعي كان وقادته في السجن جمال عبد الناصر. تبنى جمال عبد الناصر خط الاشتراك اشتراكي. مشالوا واحدين منهم وفيهم مفكر يدروا الجميل يعرفوا امين العالي رساله من السجن 59 يهنئوا على التوجه اللي عدى. اعترضوا عليه واحدين من زملائه في السجن. قال لهم الم يطبق عبد الناصر ما كنا نطالب به؟ ومن ذيك الساعه انحازوا وعاد من كبار المنظرين والمدافعين عن سياسه جمال عبد الناصر. هذا كان يالله الاحزاب السياسيه اللي عندها هذه الخلفيه سواء الاسلاميه وسواء اليساريه القوميين ما قلنا شيء بانهم التحقوا بالنظام لانهم يعتبروا على انهم منسجمين مع قناعاتهم الا من رحم ربك. كان من المفروض عليهم الانحياز لهذا النظام. هذا النظام اللي خاصه الاسلاميين منهم هذا النظام اللي اعطى عنايه كبيره للعلم والعلماء وسياسته قامت على اساس توجه اسلامي واضح من خلال قناه المحضره ومن خلال الدور اللي اعطى لرابطه العلماء والائمه ومن خلال الائمه ومن خلال ومن خلال كامل معروف. اذا هذا 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 خلل. محمد غلام ما عندك الكلام وراني قايل لك تسكت يلي رئيسك. هذا كان من المفروض كان من المفروض انا نتكلم عن مده مستجمه مع قناعاتي. انا قلت على ان فيه خلل بين 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 التصور النظري وبين السلوك. انت سلوكك الى ما يجس انت قناعتك لما تجسدها في سلوكك تعود شنو الفرق بينك انت وحد اخر. اذا انا نعتبر على ان النظام الوطني القائم على انه نظام انه قدم مقاربه كبيره ومهمه تطور البلد في المجال الاقتصادي والاجتماعي وفي الامني. واعلن ما مطلوب ان المهده تعود في لي بي ار كامله ولا مطلوب يا غير بعد الانصاف الانصاف بعد الانصاف بعد الى ما عاد بعد مع هذا النظام بعد ما نشوهه ولا نتامر عليه ولا نعمل على اضعافه لان اضعافه اضعاف البلد. ونرجع لقضيه الوحده الوطنيه يقدر يقعد عنده موقف من النظام يا غير خارج شي من الامور ما يضير يتحق عندما يتخذ ايا كان ولا يسمي حد موقف ويعرفه واللي يدافعوا عنه يعرفوا على الموقف اللي معدل خاطئ يقولوا كذا. اذا انا ظاهر ان السياسيين بحاجه الى انهم يراجعوا مواقفهم. وبطبيعه الحال النظام عنده اخطاءه وعنده قصوره يا غير عنده ارادته الجاده والصادقه. اذا نعتبر على ان ارادته الصادقه والجاده قلت انه ما خلق نظام ما عنده اخطاء ولا خلق نظام ما يقصر ولا ونقول على انه من ميزته مولي على انه لاول مره نظام على لسان رئيسه يمارس اللي قالوا النقد الذاتي ولا ولا ولا, ولا يلبس عليه. والحزب اللي داعمه نفس الشيء لانه ما فهم شيء مشحون فهم واقع وفهم ارث كبير وفهم تراكمات يا غير بعد فهم سياسه متبعه ومنهجيه لتذليل الصعاب ولتطوير البلد. اذا الوحده الوطنيه ولا نرجع لانها هي بيت القصيد. انا بالنسبه لي تجسيدها وتعزيزها يتمثل في السياسه المتبعه اليوم اللي اتبعها نظام الرئيس محمد بن عبد العزيز والحزب اللي داعمه واغلبيته وبطبيعه الحال دور الاحزاب مهم الاخرى. الحوار مطلوب وداعيهم على انهم ما يتخلفوا عن الرهن. لا حاني شوي قاعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أنا أولا شاكر الزملاء والإخوة في منظمة الخيار على هذه الندوة وعلى هذا النقاش
به اللي كل نقاش وكل شد اخبار مفيد بغيت تخرج فيه شيات ونقال فيه شي قد ما لا بد من ينقال وتخرج الناس الموضوع احيانا غير كخطوه تساهم في انعاش الساحه وتبادل الراي مهم. وانا بعد اليوم خالق رواية تنقال عن ذو الخلطة لا جد علي عنها حق، عن فيهم زرين، زر يسوى عليه في الحوار وزر ما يسوى عليه في الحوار. ما قلتها لكم. وكلهم عنده لغة، اللي منهم يسوى عليه في الحوار والله ينقال عن يسوى عليه في الحوار، يتكلم بلغة الحوار ولغة التلاقي وضرورته وتبادل وجهات النظر وإمكانية التنازلات المتبادلة وذيك اللغة. وذا اللي ما يسوى عليه في الحوار واللي يتكلم بلغة الالتحاق، يابكم تلتحقوا بينا وعاطينكم فرصة صح وأخطائكم وكنتم مجرمين وذي فرصتكم، إياك ما تكرريك الأخطاء التاريخية. وأنا قد قريت في كتابي قال له حرب الخليجي أوهام القوة والنصر للكاتب المصري المرحوم محمد حسنين هيكل، قال فيه عن ذيك الساعة في حرب العراق مشى بوش رسالة عن طريق جيمس بيكر مشيها للمرحوم صدام حسين، وخلق لقاء بينهم في جنيف بين وزير خارجية الولايات المتحدة ووزير خارجية العراق، والرسالة مكتوبة بناء على استشارة مجموعة من أساتذة الجامعات الأمريكية ذوي الأصول العربية، واقترحوا جملة من الاقتراحات ذات طابع استفزازي في شكل الخطاب، في مضمون الخطاب، في العبارات اللي تتناول في الرسالة. الهدف منها إثارة الطرف الآخر لتعدال ردة فعل غير محسوبة. وكان طارق عزيز بحكم دبلوماسيته وتجربته عندهم الفهم عنه، إن شاف الرسالة قال عنه ما هو رافدها باللي فهم الهدف منها. وانطرحت في أكياس في الفندق بريد إنقال له ودائع ترد لي أصحابها عند الطلب، وسافر شورها الكاتب وجاب نصها وتكلم عنها. شكل الخطاب بالنسبة لمن يريد الحوار وشكل الخطاب بالنسبة لمن لا يريد الحوار ما هم أحد. عادة حينما تخاطب قوما بلغة الاحترام وبلغة التبادل وبلغة تبادل وجهات النظر وبلغة الاستعداد المتبادل بين الطرفين والحقيقة ما هي عند واحدة منا ولا أحد منا ولا ينشدوا الأخبار، تختلف هي ولغة الاستعلاء لالتحاق تصحيح الخطأ التوبة من أخطائك السابقة. ولذلك لانقد اليوم نعود اجبرت مؤشر على عنده الخلطه رايهم في الحوار ما هو واحد، اهم منهم زر يسوى عليه فيه والله قد يعود يسوى عليه فيه، وهم زر يبدو انه ما يسوى عليه فيه. ولعل زملنا والاخ الفاضل نائب رئيس الجمعيه الوطنيه النائب الخليل الطيب من هذا الزر. هذه الاولى. الملاحظه الثانيه، انا لاهي نتكلم عن الموضوع ولاهي نحاول ما نقبل، هو خارج رواية الخلطة مفيدة مدى يتعدى الندوة والله نقاش حول الموضوع تحاول قدر الإمكان الالتزام به، وهم فرص ومنابر ومناسبات نقول رواياتنا الأخرى عندنا أخبار الإسلاميين والقوميين واليساريين وتاريخهم ومواقفهم، من انسجم مع أفكاره، من بقي على أفكاره، من غير جلده، من لونه، هذا موضوع آخر نقدر نجبروا له فرص نقوموا فيها ولا هو ظهر لي عن ورق. هذه ندوة حول موضوع الوحدة الوطنية هي جوهرها، وشي قد يعدل الحوار والتشاور في تعزيز الوحدة الوطنية. تقييم هذه الخلطة اللي حاكمين موريتانيا ونظامه كيف قد فرص ونجبروها، يسوى احنا ذوق اللي ما لنا راضين عنه، درجات عدم الرضا مختلفة ومتعددة، وذوك اللي راضين عنه والله قايلين عنهم راضين عنه، عندهم فرصها للتعبير عنها. دارك نشدوا أخبار موضوع مطروح من طرف منظمة هي الداعية للندوة ونحاولوا
نركزوا عليه. وانا بعد لين نحاول نعود بمستوى من الصراحه، وعندي عاده اصلا مع الاخت النائب كاديه تمارك جلو، عيت بعض الاحيان بعد الجمعيه الوطنيه هي تعد المداخله وتعود مداخلتي ترجمه لذاك اللي قالت، هي تفهم العربيه والحسنيه تقول لي عني ترجمتها غير زدت عليها بعد. وفعلا انا ظهر لي عن المنهج اللي قبضت في مستوى من الصراحه والوضوح نحتاجوه في تناول الموضوع. خالق ياسر من اطلع للزغب والكلام العام